رفاق المقاتلين أعزائي المشاهدين، انتصرت إرادة السوريين وبقيت سوريا وطن المحبة والتسامح والعيش المشترك. تابعونا بحلقة جديدة من برنامج حماة الديار بعد الفاصل. انطلاقا من كل ما سبق ومن الرؤية الواضحة للمخطط المرسوم ضد سوريا منذ الأيام الأولى للعدوان، قررنا السير في مسارين متوازيين: ضرب الإرهاب من دون هوادة، والقيام بمصالحات محلية لمن يريد العودة عن الطريق الخاطئ. وكنا منذ البداية على قناعة تامة أن الحلول الناجعة هي حلول سورية بحتة، لا دور لغريب فيها إلا إذا كان داعما وصادقا، وكل من عاد إلى الطريق الصحيح اكتشف بنفسه أن الدولة كالأم الحنون تغضب من ابنها العاق، لكنها تسامحه حين التوبة الصادقة النصوحة. وكثيرون هم، كثيرون من هؤلاء ألقوا السلاح وعادوا وقاتلوا مع الجيش واستشهدوا دفاعا عن الوطن. وأكرر اليوم دعوتي لمن غرر بهم أن يلقوا السلاح، لأننا لن نتوقف عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان حتى نعيد الأمان إلى كل بقعة في سوريا. عجلة الحل السياسي السوري تسير بخطى واثقة، مراسيم عفو بدأت نتائجها تظهر جلية بين المواطنين السوريين، ومصالحات وطنية تتسع رقعتها شيئا فشيئا. للتوضيح أكثر خلونا نشوف سوا هالتقرير. جاء مرسوم العفو التشريعي رقم 22 استكمالا لجهود الحكومة السورية في التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية، وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة، وهو واحد من المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، والتي ساعدت على تسريع عجلة المصالحات الوطنية التي بدأت تتسع رقعتها على كامل التراب السوري. مرسوم العفو العام اللي أصدره سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد بيعنينا كتير، وبدل قديش في بدولتنا رحابة صدر وعفو وتسامح، ودولتنا دولة التسامح. استفدنا من المرسوم هذا وجينا سلمنا حالنا لنرجع مع صفوف القوات المسلحة لتطهير الأرض ودحر المسلحين، وبنصح كل جندي فار من الجيش العربي السوري يرجع لحضن الوطن ويستفيد من المرسوم هذا. بالبداية خوفوني كتير ناس أني أرجع سلم حالي، هددوني أنه راح انسجن وراح اتعاقب كتير، وطلع مرسوم العفو الحمد لله رب العالمين استفدت منه. وانا بقول لكل شيء، اي شاب راح قاعد ببيته ولا راح غلط او تغرر فيه انه يرجع، يعني ما راح يلاقي احن من الوطن، يرجع لاولاد بلده ويوقف معهم، وان شاء الله راح ننتصر والنصر قريب. انصح كل واحد مثلنا يعني فرار انه يسلم حاله ويلحق حاله بمرسوم العفو التشريعي. سمعنا بالعفو وسلمنا حالنا، وان شاء الله بتمنى بكل رفقاتي كمان يطلعوا يسلموا حالهم، كل شيء موجود يطلع يسلم حاله، كل شيء فراري. وتشير الأعداد الكبيرة لمن يسلمون أنفسهم في كل المحافظات إلى وعي الشعب السوري ووطنيته وعمق انتمائه. ننصح كل واحد مثلنا يعني فرار انه يسلم حاله ويلحق حاله بمرسوم العفو التشريعي. سلمنا حالنا ورجعنا لحضن الوطن. وللوقوف على نتائج مرسوم العفو رقم 22 للعام 2014 ودوره في تعزيز المصالحات الوطنية، يسرنا أن نستضيف القاضي النقيب لؤي عفاش، معاون رئيس النيابة العامة العسكرية بدمشق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أيضا الدكتورة جورجية طنوس من المصالحة الوطنية الشعبية. أهلا وسهلا فيكم برنامج حماة الديار، وكل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنتم بخير.
سيادة القاضي، طبعا مرسوم العفو رقم 22 للعام 2014 أخذ الكثير من التوضيع عبر وسائل الإعلام الوطنية. لو نعود ونذكر بهذا المرسوم الذي يعد أشمل مرسوم بتاريخ الجمهورية العربية السورية. طبعا إن هذا المرسوم هو الأشمل في تاريخ الجمهورية العربية السورية، شمل الغالبية العظمى من الجرائم بدرجاتها المتفاوتة، بدءا من أشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام ووصولا إلى المخالفات البسيطة، ولم يستثني إلا عددا محدودا جدا للغاية من الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الخيانة والتجسس وعدد من الجرائم الإرهابية الخطيرة التي أدت إلى وفاة إنسان، وعدد من الجرائم الأخلاقية التي تنطوي على أفعال شائنة يرفضها المجتمع السوري وينبذها بطبيعته. وأذكر طبعا بأن هذا المرسوم قد لامس الجوانب الإنسانية في كل موضع، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث وكبار السن والمرضى، وشمل حيازة الأسلحة الحربية بشكل غير مشروع، كما شمل جرمي الفرار الداخلي والخارجي، وتدرج مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم ونصفها في البعض الآخر أو الربع أو الثلث تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الجنائي العام والأمن المجتمعي العام ومناهضته له ونبذه إياه. كنت أريد أن أسأل سيادة القاضي عن النتائج، كيف تقرؤونها كجهة مختصة باستقبال المشمولين بأحكام المرسوم بعد ما يقارب الشهر على صدوره؟ طبعا أنا لاحظت بالنسبة للفارين فرارا داخليا أو بالنسبة للفارين فرارا خارجيا بأنه هناك إقبال وبأن هناك عودة لكل السوريين إلى حقيقتهم، عودة لكل السوريين إلى سوريتهم. الأعداد جيدة، كثير من العسكريين الفارين قد قاموا بتسليم أنفسهم خلال هذه المدة وما زال أمامهم وقت إضافي. طبعا أنا قلت 3 شهور بالنسبة للفرار الداخلي و6 شهور بالنسبة للفرار الخارجي، ما زال أمامهم وقت، يجب على الجميع الاستفادة من هذه المكرمة ومن هذه الفرصة كي يعودوا إلى المجتمع بروح سليمة ومعافى. دكتورة جورجيت، طبعا ربما أطلت مع سيادة القاضي فقط لنصل إلى ثمار المرسوم على أرض الواقع كما شاهدناها عبر وسائل إعلامنا الوطنية، وأنت من المصالحة الوطنية الشعبية، هل انعكست هذه المراسيم على المصالحات الوطنية التي نرى أن رقعتها بدأت تزداد أكثر فأكثر وتتسع وتشمل الكثير من المناطق؟ هذا العفو كان رائع لكثير من الأشخاص اللي كانوا يجوا لعنا، مثلا كان في عنا أمهات كثير بحاجة أنه أنا ابني ما نعامل شيء ابني كذا، هون انفتحت لورا، انكشف أنه هالطفل أو هالشاب أو هالكهل إذا كان عنده أي اتجاه معين أو كان مغرور فيه مغرر به. هلأ هاي الفترات كلها مريت ونشكر الله كلها تصافت، ولكن ما زال في شيء صامت هادئ. لما أجا المرسوم لقيت أنا تفاعل كثير حلو. بالقبل كنت لاقي في نفور انه طيب شو عملتوا وشو سويتوا لهلا، هلا المصالحات اللي صارت ان كان شو عملتوا كجهة امنيه. نحن ما تابعين لجهه امنيه، نحن ما فينا ندخل بجهه امنيه، كل واحد حافظ مكانته. جهه شعبيه، الجهه الشعبيه انه احنا نعمل مصالحه انه احنا نوفق بينك وبين جارك او بينك وبين هالانسان اللي انت مختلف انت وياه، لانه صارت التعامل صار في ضغينه داخلية استغلت من كتر من طيبة الشعب السوري، استغلت هاي الضغينة، ومع الأسف اللي دخل بلدنا قدر يلعب بالنفوس الضعيفة، صاروا يستغلوا وصاروا يتعاملوا مع الأشخاص أنه أنا بزبط لك أمورك أنا كذا، بتلاقي غير صار بالخارج وقعد باللجوء. اللجوء خسروا كتير، ولكن مع الأسف إمتى حس بهالشي هذا؟ بعد فترة وجيزة أنه هو وين كان وين صار. هلأ هاي نحن حاولنا نزبطها وعم نظبطها، ولكن في نوع من الروتين أو نوع من التعامل الروتيني يلي لازم نتبعه نحن، لأنه الشخص يلي طلع بناء على رغبته لما بده يرجع على حضن الوطن أكيد بده يكون في شيء أساسي يعرف أنه هو راجع لبلده ليصلح، مو راجع لبلده لأنه حس بنقطة ضعف. في فرق كثير كبير. طبعا دكتورة ذكرتي خلال حديثك أنه عندنا شيء اسمه بنية تحتية، بنية تحتية الأساسية، مهتمين بإعادة هذا البناء. أكيد. وهذا البناء يتم عبر لحمتنا ووحدتنا الوطنية. أكيد أكيد أكيد. هنا أريد أن أسأل عن هذا التكامل بين المراسيم
انتصارات الجيش العربي السوري والمصالحات الوطنية والسؤال. نعم. لك سيادة القاضي. نعم. أنا أقول العفو العام، المصالحات الوطنية، دماء الشهداء، كلها تسير في نفس المحور. نفس المحور. نعم. المحور هو إعادة الوجه الجميل لسوريا العظيمة، المحور هو إعادة الوضع السوري المتماسك كما كان، وكلنا أمل أن تحقق المراسيم، مراسيم العفو وهذه المصالحات وانتصارات الجيش العربي السوري، الغايات التي ترجوها والغايات التي رسمت لها هذه المراسيم. دكتورة، في ظروف هذا الوعي الوطني لأبناء الوطن، هل مبادرات والإسراع للاستفادة من أحكام مرسوم العفو، هل نستطيع أن نقول أن هناك مصالحات وطنية قادمة ستتسع أكثر لتشمل بإذن الله طبعا مساحة الوطن كاملة؟ هلأ كل واحد بحس حاله بموقف غلط لح يرجع. المصالحة رائعة جدا إذا اتخذت بمسار الصحيح، وليس المصالحة لأني أنا خايف أو لأني أنا بدي أتستر بوضع معين. هلأ هون في عنا ثلاث أجزاء، عندك الجزء الأول أنه أنا صافي النية تراجعت، في عندك اللي ما بيتراجع ويتراجع بنفس الوقت خوفا من شيء معين، في عندك الثالث اللي ما بيتراجع وبيتم على موقفه، هذا نهايته معروفة لأنه خسر بلده وخسر نفسه وخسر كل شيء بيملكه. هلأ الوسط الثاني هو في مرحلة تأهيل. بنهاية هذا اللقاء، هل من كلمة تودون توجيهها سيادة القاضي؟ طبعا الأمل، كل الأمل أن يحقق مرسوم العفو العام رقم 22 الصادر بتاريخ 9/6/2014 الغايات التي رسم من أجلها، في إعادة الوضع السوري المتماسك كما كان، في إعادة الجميع إلى حضن الوطن، في إعادة الجميع من أجل بناء المجتمع بشكل سوي، وأن يعود جميع السوريين إلى سوريتهم ويحققوا ما يتمنونه على كل السبل. دكتورة، أنا بصراحة بحيي كل عسكري وكل جندي واقف بالطريق عم ينطر لحمايتنا، بصراحة هي أبدا شغلة، وبشكر سيادة الرئيس على العفو لأنه أعطى هدوء للنفوس وأعطى الأمان للنفوس، وكانت عنده حكمة رائعة جدا، أنا أتمنى أكون جزء منها بسيط. ونفس الوقت بتمنى أنه نبلش نحن نبدأ بالبنية التحتية، ليس الأعمار، الأعمار فينا نبني أمتى من كان، فينا خلال سنة نعمر سوريا باستطاعتنا لأنه إحنا قادرين ومعروفين عمال سوريا وين من كانوا، ولكن ليس باستطاعتنا أنه نترك ونتساهل مع البنية التحتية اللي هي بنية جيل واعي ومدرك للواقع. النقيب القاضي لؤي العفاش، معاون رئيس النيابة العامة العسكرية بدمشق، شكرا لك. شكرا. الدكتورة جورجية طنوس من المصالحة الوطنية الشعبية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. عزز السوريون قدسية الوطن عندما أعلنوا أنه يعلو ولا يعلى عليه، فأثمر العطاء في تربته الخصبة. كيف ينظر المواطن السوري إلى مرسوم العفو رقم 22 للعام 2014؟ تابعوا معنا هذا الاستطلاع الذي أعدته مراسلتنا ريما من الشارع السوري. تصدر الحكومة السورية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم العديد من مراسيم العفو التشريعية والتي فتحت الباب أمام أبناء الوطن المخطئين للعودة إلى حضن الوطن والذود عن حماه في مواجهة الإرهاب. اليوم نستطلع في الشارع السوري صدى إصدار مراسيم العفو التشريعية بصورة مستمرة. كيف بتشوف إصدار الدولة لمراسيم عفو تشريعية بصورة مستمرة؟ هالشي ضروري وناحية إيجابية لأنه الدولة لازم تكون متسامحة مع جميع أبنائها، واللي غلط نعطيه فرصة ليرجع لحضن الدولة. برأيي شيء كتير منيح للبلد ولأبناء البلد إنه يكونوا بإيد وحدة متكاتفين مع بعضهم مشان يتقدم هالوطن ونخلص من هالأزمة بكل خير وسلام. أكيد هذا الشيء أكيد حالة إيجابية وعم تلم أبناء الوطن وترجعوا لحضن الوطن، وهذا شيء منيح للبلد وللشباب كله. إن شاء الله تكون بادرة خير يا رب لهالمسلحين ولهاللي نزاحوا عن حضن الوطن إنه يرجعوا لحضن الوطن، والدولة كريمة والسيد الرئيس متعودين نحن على فضائله، الله يديمه يا رب ويطول بعمره. استمد
شهدت سوريا منعتها من انتصارات الجيش العربي السوري وتلاحم قيادتها وشعبها لتثبت عمق نسيجها وتقول كلمتها الفصل في مواجهة الإرهاب. وللحديث عن البعد النفسي والمعنوي للمرسوم رقم 22 للعام 2014 يسرنا أن نستضيف العميد الدكتور فواز مصطفى مدير الكلية السياسية العسكرية والأخصائي أيضا بالدعاية والحرب النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا. أهلا وسهلا دكتور. عبر استطلاع للرأي أجرته زميلتنا ريما عبر المواطنون السوريون عن ثقتهم بحكمة القيادة السورية، امتنانهم لهذا المرسوم، تأثير هذا المرسوم على استقرار الأسرة السورية، ماذا يمكن أن تحدثنا في هذا الموضوع؟ في البداية لا شك أن هذا المرسوم له تأثير إيجابي شامل على حياة الفرد وعلى أسرته. ولكي ندخل بالتفاصيل أكثر كما يعني يقولون، يمكن أن أوضح ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى وهي من الناحية النفسية، كلنا نعلم أن الشخص المطلوب للعدالة بشكل عام لأي جرم اقترفه دائما عنده إحساس بالذنب، هذا شعور يلازمه بشكل دائم، عنده شعور قلق دائم، هناك شعور بالاضطراب دائم، هو لا يستطيع أن يتعامل مع محيطه بشكل إيجابي وصحيح كونه يلازمه هذا الشعور، إذن فهو في حالة ضغط نفسي متواصل، وبالتالي حياته النفسية ليست على ما يرام، ودائما يشعر بأنه يعني يمكن أن يلقى القبض عليه في أي لحظة، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بنشاطه النفسي على أكمل وجه. وعندما جاء هذا المرسوم فحل المشكلة من جذرها، فهو عاد الأمل لهذا الشخص، هو يشعر بالتفاؤل الآن، يشعر أنه عاد إلى حياته الطبيعية، عاد إلى سكينته النفسية وإلى تماسكه النفسي الذي يوجد لكل شخص طبيعي سوي، لا يوجد لديه أي مشكلة. والمسألة الأخرى من الناحية الاجتماعية، لأن هذا الفرد ابنا كان أو أبا كان فهو فرد من أسرة، فعندما يعود إلى الأسرة بعد أن سوي وضعه نتيجة هذا العفو الذي صدر، فهو سيعود إلى أسرته وتتماسك الأسرة من جديد ويتم لم شمل الأسرة من جديد، فهذا له شأن إيجابي وتأثير إيجابي على تماسك الأسرة. أيضا الأسرة قبل هذا العفو كانت تشعر دائما بالقلق على هذا الابن الذي يمكن أن يلقى القبض عليه بأي لحظة، فعندما يغادر البيت هي قلقة، عندما يتأخر عن البيت هي أيضا قلقة، فعندما تحل هذه المسألة أيضا يستطيع أن يعود شخصا فاعلا في المجتمع، في الحياة الاقتصادية في هذا المجتمع، لأن لكل فرد له دور اقتصادي في المجتمع، فهو يعمل إما في مؤسسة عامة، فإذا كان يعمل في مؤسسة عامة إذا كان مطلوبا فهو لم يعد يستطيع أن يعمل، وبالتالي هو لا يستطيع الحصول على أجر، فهذا يؤثر سلبا عليه وعلى أسرته. هنا أريد أن أسأل عن هذا الموضوع بالتحديد، حكمة القيادة السورية، كيف استطاع هذا المرسوم أن يعكس حرص هذه القيادة على أبنائها؟ هذا الأمر إذا لاحظناه هو يعني هو هم الشاغل للقيادة السورية منذ الفترة الأولى. أنا أستطيع، لكن هناك من لم يستطع أن يعني يقرأ صحيحا ويفهم صحيحا، ولذلك ضل الآن هذه المصالحات التي تجي وتعم القطر، والسند الذي تتقدم عليه الحكومة السورية والدولة السورية في أن سوريا لا يحل مشاكلها إلا أبناؤها وفيما بينهم، ولا مكان للغريب بينهم. هذا الأمر، هذه المصالحات أدركت أن هؤلاء الشباب الضالون لابد أن يعودوا إلى أسرهم ويعيشوا حياتهم الطبيعية، والكل يعيش في كنف الوطن، في حد هذا الوطن الواسع. إذن هذا حكمة القيادة تجلت بأنها تدرك تماما أهمية أن يعود هؤلاء الشباب إلى وطنهم، إلى بلدهم، إلى أسرهم، لكي يساهموا مع بعضهم البعض في إعادة البناء والاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية كما كانت في سوريا. العميد الدكتور فواز مصطفى مدير الكلية السياسية العسكرية والأخصائي أيضا في الدعاية والحرب النفسية، شكرا جزيلا لك. يا أهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا.
عادوا إلى حضن الوطن وأبوا إلا أن يكونوا شركاء في صنع انتصاراته. ها هم أبطال الجيش والقوات المسلحة عادوا إلى حضن وطنهم وترابه لحماية سوريا وحماية شعبها. أحد المقاتلين الذين سلموا أنفسهم إلى الجهات القضائية للاستفادة من مرسوم العفو رقم 22 لعام 2014، ها هو يعود إلى خدمته العسكرية يدافع عن سوريا وعن ترابها وعن وطنه بعزة وشرف وإباء. أنا والله نزلت إجازة، كانت والدتي تعبانة شوي، تأخرت عن الإجازة بسبب مجموعات الإرهابية المسلحة خطفوا أخي وقالوا لي بدك تنشق، والحمد لله أنا ما انشقيت ولساتني عند الجيش العربي السوري، ورجعت واستفدت من العفو مرسوم العفو اللي طلعوا سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، وأنا رجعت على خدمتي. وأتمنى من كل زملائي يلي فارين من الجيش، بتمنى يرجعوا يلبسوا هالبدلة الطاهرة ويحموا هالأرض الطاهرة ويدافعوا عن سوريا وأهل سوريا وشعب سوريا. ها هم أبطال الجيش والقوات المسلحة المستفيدين من مرسوم العفو رقم 22 الصادر عام 2014، قد عادوا إلى وحداتهم وثكناتهم العسكرية ليشاركوا هذه الوحدات والتشكيلات بالانتصارات التي يصنعها أبطال الجيش العربي السوري على امتداد الأراضي السورية. باسل خان شيخوم، منطقة دمشق، منطقة الميدان. كنت قاعد بالبيت وسمعت مرسوم العفو، حملت حالي سلمت حالي لأقرب وحدة قدام بيتها وعملوني أحلى معاملة، أخذوني على قطعتي، وهلأ أنا لابس بدلة الشرف ولابس بدلة العز وعم حارب المسلحين. أنا بنصح كل شي واحد بيقول أنا عسكري سوري إنه يرجع لبلده ويرجع يسلم حاله، يرجع يلبس بدلة الشرف، بدلة القوة، وهي لكني أنا رجعت مرسوم العفو بسيادة الرئيس وحامل سلاحي وعم حارب المسلحين. وبدي وجه كلمة واحدة لكل شي واحد خاين إنه يرجع لبلده ويزت سلاحه، هاي بلد واحد لازم ما يخونه، هاي بلد لازم واحد يرفع راسه يقول هاي بلدة الشرف وهذا سلاح الشرف. إبراهيم عبد الرحمن الحمد من محافظة درعا قرية كمونيا، واستفدنا من مرسوم العفو الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورجعنا لبسنا بلدة العز والشرف والكرامة. وأنصح أخواني الفارين أن يرجعوا إلى حضن الوطن الدافي، وأنصح كل واحد شاري سلاح ضد الدولة أن يسلم سلاحه ويرجع إلى حضن الوطن. هؤلاء هم الورود التي تزين سور سوريا، وهؤلاء هم أبطال الجيش العربي السوري العائدون إلى حضن الجيش والقوات المسلحة ليشاركوا زملائهم فرحة الانتصارات التي يحققها هذا الجيش. تبدلت نظرة الخوف والخجل والقلق في عيون الآباء والأمهات بنظرة الفخر والامتنان بعدما عاد أبناؤهم إلى حضن الوطن وارتدوا بزة الشرف العسكرية. هكذا أثلج المرسوم قلوب السوريين ولما شملهم وأعاد الطمأنينة والسكينة إلى نفوسهم. أحد يقول لنا تعالوا لهد أكل الشروب لبس. الحمد لله رب العالمين، ماني محتاج أي شيء إن شاء الله يحمي. الله يحمي شو ما بدنا نقول للضابط ويجي منه. الحمد لله الله يخليهم يا رب، الله يحميهم لشبابهم.
والله يوم قالوا العفو طالع احمد وجانا الحمد لله تحمدنا الله. قلت مين؟ قال احمد من اسماء العبد وجايه. واللي بتقول يا عمه طلع احمد العماد امانه؟ قال والله. قلت وين؟ طلع على اهل الاجازه؟ قال لا. بقولوا راجعه قطعته. الحمد لله واحنا جينا وشفناك ان شاء الله مثل ما الله يفرح قلبك ان شاء الله عقبال سيدنا الرئيس يطلع انه مرسومنا كل العالم تطلع يا رب يا رب. الرئيس كريم ان شاء الله يا رب. عندما صدر العفو من سيد الرئيس حفظه الله سمعت أن ابني التحق بقطعته، والآن ابني مع أخوانه بقطعته مع الجيش العربي السوري، الجيش المقداد، الجيش الذي لا ينام ليلا ولا نهارا دفاعا عن هذا الوطن العظيم الذي هو أمنا وأبينا وروحنا. ولما سمعت بخبر المرسوم العفو الذي أصدر الرئيس التحقت مباشرة بالقطعة، والحمد لله رجعت بين أصدقائي وأنا راح أرجع أدفع أنا الوطن مثل ما كنت وعلى أحسن وعلى أقوى، لأني كنت منخدع وراح أدافع عن هذا الوطن بشرف وإخلاص. أنا والدة عمار ما يخدم بحلب، بالصاير بحلب، بس إجا نقاها بسبب الأوضاع على الطرقات ما حسن التحق بالعفو اللي طلعه السيد الرئيس حسن أوضاع وضعه ورايح يلتحق. منصورين أبعون الله منصورين. تتعطر لقاءتنا بعبق الشهادة وسير شهدائنا الأبرار أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. رفاق المقاتلين أعزائي المشاهدين، مشوارنا لليوم انتهى. منودعكم بالأمل والمحبة والتفاؤل. انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.